السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم برياض ومدارس الوطن العربي. درسنا اليوم مس راح يكون اللي هو مقارنة الكسور. مس أخذنا مقارنة، لا إحنا أخذنا مقارنة الأعداد العشرية. هلأ بدنا ناخذ مس إشي يسمى بمقارنة الكسور. قصدك يعني الكسور العادية والأعداد الكسرية؟ هاي قصدي فيها. لكن ممكن يجي معنا اليوم بالاختلاف، ماخذينه احنا بصف الخامس، لكن الاختلاف مس بس بصف السادس، انه ممكن يجي معك كل الاشكال، يعني ممكن يجي بنسبة مئوية، ممكن يجي بعدد عشري، وممكن يجي باي شيء ونقارنه مع مين؟ مع الكسور. طيب خلينا نبلش نشوف كيف احنا بدنا نقارن مع الكسور. اول شغله بمقارنه الكسور دائما احنا بدنا نعرفها، كنا زمان ايش هي؟ توحيد المقامات. تمام. طيب خلينا نشوف هلا بالمثال واحد شو عم بيحكينا. ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع لتصبح العبارة صحيحة فيما يأتي. أول شغلة لقيت 3/10 و65%، بدي أقارن بيناتهم. طلعت هيك، يا الله في إشي غريب. إيش هو؟ إنه أجا عندي كسر عادي وإجا عندي نسبة مئة أو سوري عدد عشري. كيف أنا بدي أحول بيناتهم؟ طلع مسكين. اول اشي عشان اقارن لازم يكونوا نفس الجنس، يا اما الاثنين كسور، يا اما الاثنين اعداد عشرية، يا اما الاثنين نسبة مئوية، يا اما يعني حسب ايش اللي انا بدي اياه. المهم الاثنين يكونوا نفس الشكل. هاد ايش؟ كسر عادي، هاد عشري. الاسهل لي ايش احول؟ ايوه احول هاد الكسر العادي لايش؟ لعشري. تعال نحوله لعشري، كيف راح يصير؟ ايوه لانه مقامه 10 بسرعه، شو بنزل الثلاث والفاصله بعد منزله وبحط ايش؟ النقطه. بنزل المربع انا ما لعبت فيها 65%. يلا نقارن، يلا سهله هاي نفس الدرس الماضي. هلا عندي 3 وعندي 6، مين الاكبر؟ الستة. خلص هي قارنته، شفتوا ما اسهله؟ طيب تعالوا على 2، طلع 2 عندنا 75%، تمام، بس ايش صورتها؟ عدد عشري. اما هون 44% بنسبة مئوية، لازم احولها. رح تصير 44 اصلا على 100، صح؟ صح؟ هاي اصلا هي 44 على 100، لما بدي احولها بالعشرة شو بتصير؟ بعد فاصلة منزل. ممتاز. وهون عندي المربع بنزله ما لعبت فيه، وال 75 بنزلها ما لعبت فيها. يلا نطلع، في عندي 7 وعندي 4، مين الأكبر؟ أيوة السبعة، بتفتح تمها عند السبعة. يلا طلعوا مؤسسة الموضوع، سهل كتير. يلا تعال نشوف 3، عندي نص وعندي 50%، ممتاز. أحول واحد منهم لإيش؟ للتاني. طيب شو رأيكم نحول الكسر لنسبة مئوية؟ يلا نحوله، يلا بإيش أضربها هاي؟ ممتاز بـ50، وهاي بإيش أضربها؟ بـ50 عشان تصير 100. ممتاز، صارت 50 على 100. خليني أحلها فوقيها أحسن لكم، صارت 50 على 100. لو بدي اكتبها بالصوره المئويه كيف بتصير؟ 50%. ممتاز. وهاي انا لعبت فيها؟ لا. هلا 50% مع 50% شو بتصير بيناتهم؟ مساواه. ممتاز، هيك بيساووا بعض. يلا هلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيحكي لي سؤال واحد، هذا يمس اللي هو سؤال واحد صفحه، سؤال واحد صفحة 71. طيب السؤال واحد صفحة 71 شو بدك تعرف؟ ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع لتصبح العبارة صحيحة فيما يأتي. مس لو سمحت هلأ إيش تعمل؟ وقف الفيديو، حل السؤال لحالك وشوف حلك، وقارن حلك بحلي، عم بيطلع صح ولا غلط؟ يلا ركز معي. هل في عنا 2/10 وعندي 45%، تمام؟ يلا ننشوف ننحاول. 2/10 هاي ايش؟ كسر عادي. هاي شو؟ ايوه عدد عشري، بدي احول واحد منهم للثاني. هلا صرنا نعرف الآلية، هاي 2/10 45%، راح تصير عندي هون 2 وهون 4، مين الأكبر؟ الأربعة. ممتاز. يلا هاي سهلة كتير، 67%، صرنا نعرف نحولها. وهاي 69%، مين الأكبر؟ تمام.
يعني هلا 1/4 ممتاز، بدي احوله لنسبه مئويه بضربها ب 25 وهاي ب 25 رح تطلع معي 25 على 100 ايش؟ ال 25 بالمئة، مين الاكبر او مين يساوي؟ هاي رح تكون 25% وهاي اصلا 25%، معناته شو مالهم؟ متساويات. ممتاز. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده. مثال 2 بحكي لي رتب الاعداد التاليه تنازليا. تنازليا شو يعني تنازليا؟ ايوه من الكبير للصغير. برافو. هلا طلع عندي في عندك 4/10 وعندي 77% وعندي 55%، ركزوا ولا واحد منهم بيشبه الثاني، لازم يصيروا الثلاثة زي بعض. أسهل واحد أعمله إني أخليهم كلهم إيش؟ 10، كلهم خليهم 10، يعني هذا جاهز ما بدي ألعب فيه. هلا تعال على هاي 77%، شو كيف بدها تصير 10؟ 77%. طب كيف بدي أخلي 4/10 بالعشرة؟ 4/10، تعال نكتبهم. يلا هون كانت 4/10، هون كانت 77% صارت، وهون شو صار عندي؟ 55%. هي انا حولتهم، هلا حولتهم لايش؟ لعشرة. ركز، حولتهم لايش؟ لعشرة. هلا بدي اشوفهم تنازليا. تنازليا يعني اكبر واحد فيهم، هاي شو قدامها؟ صفر. يلا في عندي 5 7 4 فصلوا خلص. مين اكبر واحد فيهم؟ ايوه السبعة، هذا الاول. مين الثاني؟ ايوه هذا. مين الثالث؟ هاد. برافو. هلا شايفين هاد؟ لما بدي اجي اكتب الترتيب تنازليا، لما اجي اكتبه مس برجع للصيغه الاولى، للصيغه الاولى شو كان؟ 77%، هاي الاولى. مين الثاني؟ ال 55، هاي شو كانت؟ نفسها صح، ضلها 55%. طيب هلا الثالثه هاي اخر واحده بدي ارجعها لاصلها، شو كانت؟ 4/10. هيك انا بكون حصلت على الترتيب ايش؟ التنازل. هيك حصلت على الترتيب التنازل. تمام. يلا السؤال اللي بعده، رتب الاعداد، رتب الاتي تنازليا ثم مثلها على خط الاعداد. انا شو لازم ارتبها؟ تنازليا، بعدين شو بدي ارتبها؟ على خط الاعداد. هذا مش مهم، انا بس راح اشرح لك اياه، بس ما بيهمني بس. تمام، اهم شيء انك ترتب الاعداد الاتي ايش؟ تنازليا، هاي اللي بيهمني. هلا شو حكينا تنازليا؟ ايوه يعني من الكبير للصغير. برافو عليك. تمام، من الكبير للصغير. يا هلا اول شغله حكت لي اياها مس غدير، لازم اجهزهم كلهم ايش؟ يا بالعشر يا بالمئوي يا بالكسور اللي بدي اياه. بس اسهل شيء حكت لي مس غدير احولهم لايش؟ للعشر. 8/10 اللي هي 8/10، وال 64% هي 64%، والسبعة بالعشر. طيب انا بدي احولهم لايش؟ لتنازلي. يلا بدي اكبر واحد فيهم، عندي 8 عندي 6 عندي 7، مين اكبر واحد؟ ايوه. مين اللي بعده؟ مين اللي بعده؟ رح يكون هذا. تمام. يلا هلا مين اول واحد بدي احطه انزله؟ اللي هو 8/10. ما بنزل هاي الصيغه، بنزل الصيغه الاساسيه لانه حكى لي رتب هاي الاعداد اللي فوق. يلا شو راح تصير؟ 8/10 هي ترتيبها. مين الترتيب الثاني؟ ممتاز، اللي هي 7/10. مين الثالث؟ اللي هي 64%. هيك انا بكون شو عملت؟ عملتهم ترتيب تنازليا. مثله على خط الاعداد عادي. ها مثله كيف بدك تيجي التمثيل؟ هاي خط الاعداد مس. انت بدك تنتبه انه انت شو مشيت من الكبير للصغير، يعني من هون انت مشيت. تمام، هون راح تكون 8/10، بعدين شو راح يكون؟ 7/10. 7/10 راح تكون قريبه عليها على 8/10، ما راح نبعدها كثير، يعني 8/10 بعدين 7/10، يعني راح تكون كثير قريب عليها. تمام، هي 7/10. هاي 7/10، بعدين راح تكون اللي هي ال 64% أقل منها، وراح تكون وين؟ هون 64%. تمام؟ 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 طيب هي راح تكون أقل منها بشوي كمان، يعني قريبة عليها ال 64. هيك بكون خط العدد. أهم شيء أنت تعرف مش قديش بعدهم، أهم شيء أنت تعرف إنه كيف ترتيبهم من اليمين لل من اليمين للشمال.
لانها من الكبير للصغير. تمام، يلا خلينا نشوف اللي بعده. مثال ثلاث بحكي لي رتب الاعداد الاتي تصاعديا. شو يعني تصاعديا؟ يعني من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. لكن اليوم اللي جد عنا انه ايش لقيت عندي؟ اعداد شمالها سالبة. ممتاز، بما اني انا برتب تصاعدي وانتبهت انه عندي اعداد سالبة، معناته هي اللي راح تكون ايش؟ بالاول. هي اللي راح تكون بالاول. يلا مين الاكبر؟ سوري، مين الاصغر؟ السالب 15 و36 ولا سالب 58 و4؟ ايوه لازم احولهم. مين الاسهل؟ الاسهل اني احول هذا الكسر لايش؟ لعدد عشري. يلا نحولهم كلهم لعدد عشرية. هذا ما بده تحويل وهذا ما بده تحويل. مين اللي بده تحويل لعدد عشرية؟ هايهم. ممتاز، يلا نحولهم. الواحد والعشرين هاي بايش بضربها؟ بخمسة. وهاي بايش بضربها؟ بخمس. هلا الاولى ما لعبت فيها. ممتاز. الثانية 21 ضرب 5 شو بتعطينا؟ 105. على 100 بتصير الفاصلة بعد ايش؟ منزلتين، يعني 1 صحيح و5 صح؟ طيب هون سالب 58 على 4 راح اضربها ب 25، راح اضربها ب 25. هاي راح اضربها ب 25 عشان تصير 100، وهاي ب 25. هلا هاي شو صارت؟ 100. وبدي اضرب ال 58 ب 25 وراح تعطينا اللي هي 104 50 50 0. رح تعطينا 1450. والفاصلة بعد كم منزلة؟ إنها 100 بعد منزلتين رح تيجي إيش؟ هون. تمام؟ يا هلا هاي أنا إيش؟ حولتها. هلا بدي أحول اللي بعدها، كيف رح تطلع معي؟ 5.25. ممتاز. هلا هو بالكتاب محول لك إياها عن طريق القسمة، لا تحولها عن طريق القسمة، حولها مس بالضرب أسهل لك. تمام؟ إذا حاب تحولها بالقسمة عادي، كيف؟ أنا بحكي لك. طلع عندي كيف يا مس؟ بدك تيجي على القسمة تاعت زمان اللي هي 58 على 4، بدك تروح تقسم 58 على 4. هون فيها 1 تعطينا 4، اطرحها شو بتعطيك؟ 1. هون 18 كم 4 فيها؟ 4 بتعطينا ايش؟ 16. شو بضل معي؟ 2. هلا الاثنين اصغر من الاربعة ما بجوز، بحط فاصلة، برفع فاصلة بنزل ايش؟ 0. بقسمها بتطلع 25 وهيك سكرت. هي طلع معي نفس الجواب. تمام مس؟ لانه الصفر هون مس ما له قيمة، يعني هذا الصفر اللي هون ما له قيمة. تمام؟ هي طلع معي نفس ايش؟ نفس الجواب. فعشان هيك بحكي لك مس ايش؟ انت بتقدر يا اما بالقسمة او زي ما انا عملت انه ايش؟ بضرب الكسور. تمام. هلا شو بدنا نروح نسوي؟ يلا هلا انا جهزتهم. هلا انا شو برتب تصاعد من الصغير للكبير؟ للصغير راح افكر بالسوالب. ممتاز، راح افكر اول اشي بايش؟ بالسوالب. يلا نفكر بالسالب. عندي هاد وعندي هاد، مين الصغير فيهم؟ ايوه احنا حكينا كل ما كبر العدد السالب كل ما ايش؟ كل ما قل. مين الاصغر فيهم؟ هاد. ممتاز. بعدين مين بيجي؟ بعدين هاد. برافو. هلا الاصغر بالموجب، بالموجب مين اصغر؟ ايوه الواحد ولا الخمسة؟ الواحد. هاد. بعدين ايش بيجي عندي؟ هاد. هلا ما اجي ارتبهم برجع برتبهم بالاصل زي ما كانوا. هاي باخذها من الاصل، هاي كانت زي ما هي. بعدين مين؟ هاي. هلا هاي وين كانت؟ هاي اللي فوق اللي هي سالب 58 على ايش؟ على 4. بعدين كانت 1.05، بعدين اللي هي 5.52، وهيك انا بكون رتبته ايش؟ تصاعدي. طيب يلا مس، يلا مس، هلا رح ناخذ اللي بعده. تمارين ومسائل. السؤال الاول هيك بكون خلصنا درسنا وبلشنا بالتمارين والمسائل.
ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي في المربع لتصبح العبارة صحيحة فيما يأتي. أنا راح أحل تنتين وعليك إيش؟ تنتين واجب، ركز معي شو واجبك عشان لما تبعت لي إياه تعرف شو بدك تبعت على الواتس. تمام؟ يلا أنت راح تحل ألف لأن حلينا زيها، وراح تحل إيش؟ باء. أنا راح أحل لك جيم ودال. تمام؟ راح أحل لك جيم ودال. هلا جيم عندي 4 على 8 وعندي 50 على إيش؟ على 100. لو انتبهت مس هون في اختصار صح؟ هون على 4 فيها 1، على 4 فيها 2، هي صارت نص. هلا حلينا على النص والخمسين، هاي حول النص، حول النص لنسبة مئوية، شو بتعطيك؟ ضرب 50 ضرب 50، راح يطلع معي 50 على ايش؟ 50 على 100. يلا نحولها لنسبة مئوية، 50%، وهون 50 ايش؟ بالمية. هون شو راح يكون بيناتهم؟ متساوي. ممتاز. طيب 3.5، 3.5، يلا ركز، هاي كيف بدي احولها؟ هاي عبارة عن 3 صحيح و5 على 10، 3 صحيح او 35 على 10، صح؟ مزبوط؟ طيب كيف بدي احول النسبة المئوية؟ بضربها ب10 وبضرب هاي ب10، شو بتطلع معي؟ 350، خليني احطها على جنبها، رح تطلع معي 350 على 100، معناته هاي 350 بالمية وهون 350 بالمية، معناته كمان شو بيناتهم؟ تساوي. ممتاز. وألف وباء إيش رح يكونوا؟ واجب. يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بحكي لي رتب الأعداد الآتي تصاعديا ثم مثلها على خط الأعداد. مثلوا على خط الأعداد، خلص مش مهمة، حكينا ما بدنا إياها. أهم إشي إيش؟ أرتب الأعداد تصاعديا. شو يعني تصاعديا؟ يعني من الصغير للكبير. انتبه، من الصغير للكبير. تمام. يلا هلا أنا شو بدي أجي أحكي له؟ بحكي له عندي كل الأعداد إشمالها، الأول بالعشري بدي أحوله، ممتاز هي موجود، هذا بالعشري ما بده شغل، هون بده شغل، وهون إيش؟ بده شغل. يلا ننزل الأول زي ما هو، ما لعبت فيه، أنا لسه عم بجهز، لسه ما رتبت. تمام؟ هاي نزلته. هلأ بدي أشوف أنا ومين. هاي 57%، شو تصير؟ 57%، ممتاز. هاي رح أضطر أضربها بخمسة وهاي بخمسة، رح تصير معاي هاي إيش؟ على 100. 15 ضرب خمسة 75، رح تصير 75%. أنا يمس هون بس جهزت، لسه ما اشتغلت ولا إشي. هلا شو عم بحكي لي؟ رتبها تصاعدي، يعني الصغير للكبير. أول واحد فكرت فيه ممتاز بدون ما أقارن اللي هو السالب، لأنه أصغر إشي رح يكون السالب. بعدين بدي أفكر بالموجب، يلا مين الأصغر فيهم؟ الواحد ولا الخمسة ولا السبعة؟ أيوة الواحد، هذا الثاني. بعدين الخمسة ولا السبعة؟ ممتاز الخمسة أصغر. بعدين إيش؟ السبعة. هلا لما أجي أرتبهم حكيت لي مصغري برجعهم لأصلهم. يلا تصاعدي يعني من الصغير للكبير، بدي أرجع للأصل. الأول هيك، الثاني كان زي ما هو ما لعبنا. يلا الثالث شو كان؟ 57%. الرابع شو كان؟ اللي هو 15 على 20. أنا من وين جبت 75%؟ من 15 على 20. ممتاز. يلا اللي بعد بحكي لك، إذا علمت أن 51% من الطالبات الصف السادس يفضلن قراءة الكتب الأدبية، وأن ربع الطالبات يفضلن قراءة القصص، و 24% من الطالبات يفضلن قراءة الكتب الاجتماعية، فما الكتب الأكثر تفضيلا؟ شو يعني أكثر تفضيلا؟ يعني أكثر قيمة لإله. يلا ممتاز. هلا عندي 51 كانت ايش؟ الأدبية. 51% كتب أدبية. طيب والربع كانوا قصص، والأربع وعشرين كانوا شو؟ شو؟ الاجتماع، الكتب الاجتماعية. ممتاز. يلا هسه بدنا نقارن مين الاكبر، ال 51% ولا الربع ولا ال 24؟ ال 24 ما بدها تجهيز صح؟ هي ال 24 موجوده ما بدها تجهيز. يلا مين نجهز احنا؟
الواحد على أربعة مش عاجبتني، بإيش بضربها؟ 25. ممتاز، فتصير 25 على 100، هي صارت 25 على 100، صح؟ يعني 25 بالمية. طيب والواحد وخمسين هي أصلاً 51 على 100، لما أحولها رح تصير 51 بالمية. يلا يا شباب وصبايا، مين أكبر إشي؟ عندي الخمسة ولا الاثنين ولا الاثنين؟ أيوة الخمسة، معناته مين أكثر الكتب تفضيلاً؟ اللي هي الكتب الأدبية. إذا بحكي له الكتب الأكثر تفضيلاً إيش كانت؟ الكتب الأدبية، يعني نسبتها أعلى إشي. تمام، هيك بنكون خلصنا درسنا، بس كان عليكم الواجب اللي حكيت لكم عنه اللي هو سؤال واحد ألف وباء من تمارين ومسائل. درسنا كتير سهل وحلو وبسيط، يعطيكم ألف عافية، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.